الشيخ عباس زكور عضو الكنيسة السابق، أهلا ومرحبا بك. يا مرحبا فيك، حياك الله. أولا اطلعنا على كواليس إقامة هذه القائمة الموحدة الوحدوية في عكا التي ستخوض الانتخابات لعضوية المجلس البلدي. الحمد لله رب العالمين، لم تعد كواليس. نعم، خرجت إلى الإعلان والعلن، ونزف بشرى إلى كل أهلنا في عكا عن تشكيل أكبر وحدة وأكبر ائتلاف واسع وشامل يشكل القائمة العربية الواحدة في مدينة عكا لخوض المعركة الانتخابية القادمة لبلدية عكا. الحركة الإسلامية، الجبهة، التجمع العربية للتغيير، وعائلات عديدة انضمت إلى هذا التحالف الكبير الواسع من أجل أن نمثل العرب في مدينة عكا أفضل تمثيل، ونحقق أكبر إنجازات للمواطنين العرب ولكل أهل مدينة عكا من خلال هذا التحالف الكبير الذي نطمح الوصول إلى 7 أو إلى 8 مقاعد من 17 مقعد في بلدية عكا. نعم، السؤال شيخ عباس زكور، شو اللي أنتم عملتوه ونجحتوا انكم تصنعوه في هذه حتى شكلتم هذه القائمه ما لم تستطع الاحزاب العربيه القطريه فعله في الانتخابات الاخيره؟ نعم، دائما عكا سباقه، وعكا نموذج ودعوه الى العرب في بلادنا، ونتمنى على إخواننا في المدن المختلطة في حيفا، في يافا، في اللد، في الرملة أن يتحدوا ويجتمعوا، وهي دعوة للعرب قطريا، دعوة للاجتماع والوحدة من جديد، لأننا أدركنا بالفرقة، جئنا ببن كفير وحكومة نتنياهو الظالمة المجرمة التي تبيح سفك دماء أبنائنا ببعضنا البعض، كانت هذه رسالة لكل أهل عكا، كانت لقاءات جميلة جدا ورائعة، ويعبر كل ممثلي الأحزاب في عكا عن حبهم للاجتماع والوحدة والانطلاق بقوة من أجل تحقيق المصالح العربية محليا، وهذه دعوة للعرب قطريا. كفانا شرذمة، كفانا فرقة، آن الأوان، نحن أقلية، والأقليات على مستوى العالم لها أحكام خاصة، على رأسها الوحدة واجتماع الكلمة، وهذا ما كان وعبر عنه كل قياداتنا في عكا، والتي نشعر من الشارع ونبض الشارع الفرح جدا لهذا الاجتماع ولهذه الوحدة العظيمة والرائعة. نعم، نريد أن نركز على القضايا المحلية في عكا خاصة التي تهم المواطن العكي العربي، ولكن سؤال عن هذا الموضوع، تتحدث عن وحدة، هل برأيك شيخ عباس زكور ممكن أنه إعادة تشكيل القائمة المشتركة في الانتخابات القادمة مثلا؟ أنا أقول لماذا لا؟ يعني على جلدنا أكلنا المصائب التي تنزل علينا بسبب فرقتنا، وفرقتنا جاءت ببن كفير، وجاءت بسموتريتش، وجاءت بهذه الحكومة الظالمة المجرمة، فماذا ننتظر بعد؟ هل نحتاج إلى دليل وإلى عامل أكبر من دعوتنا إلى أن نجتمع؟ ونحن نعرف جميعا أننا إذا اجتمعنا نأبى على من كان من كان أن يكسر هذه العصي المجتمعة، ولكن إذا تفرقنا تتفرق وتتكسر هذه العصي عصاي بعد عصاي أخرى. نحن ندعو الجميع ونقول لكل أهلنا، لكل أحبابنا، نحن أقلية عربية في هذه البلاد، يجب أن نكون كلمة واحدة وصوت واحد من أجل رفع شأن مجتمعنا العربي الذي ينتظر من قيادته الكثير. نعم، آن الأوان أن نلبي مطالب شعبنا، أن نلبي مطالب جمهورنا، وأن نجتمع وأن نضع كل الخلافات الحزبية الضيقة جانبا، وأن ننطلق نحو شعار كبير هو خدمة جمهورنا العربي في الداخل وفي مدننا وفي قرانا العربية جميعا. نعم، السؤال الآن الشيخ عباس زكور، نتحدث عن الانتخابات في عكا، هل الباب مفتوح لانضمام أحزاب أو جمعيات أو ممثلين عن أحياء في عكا؟ لم يبقى أحزاب خارج هذه الوحدة، وبقي بعض الإخوة الذين نقول لهم لن نغلق الباب وسنبقى حتى الدقيقة 90. إخوان شباب أحبوا أن يخوضوا المعركة الانتخابية، ليسوا أحزابا لا محلية ولا قطرية، نحييهم ونحبهم ونقول لهم قوتكم وقوتنا مع بعضنا البعض،
الباب مفتوح للجميع. نحن شكلنا ما يقارب 95% من القوى العاملة في مدينة عكا، ولل 5% ندعوهم تعالوا، أنتم أبناؤنا، أنتم أحبابنا، أنتم منا ونحن منكم، يد واحدة من أجل تحقيق الحلم العربي العكي في مدينة عكا، ولنكون نموذج في مدينة عكا لكل العرب في بلادنا أننا عندما نجتمع نستطيع أن نخدم جمهورنا وأهلنا وأحبابنا. نعم، السؤال الشيخ عباس زكور، ما هي أكثر القضايا إلحاحا في عكا من ناحية البلدية، من ناحية الخدمات المقدمة للمواطن العكي؟ حدثنا، شو أكثر شيء بوجع الناس في عكا؟ نعم، نريد، لا يكفينا المدارس الموجودة في عكا، لا نريد 700 طالب في كل مدرسة ابتدائية، نريد 400 طالب 300 طالب في كل مدرسة، نبني مدارس إضافية، نبني ملاعب إضافية، نطور هذا السوق، هذا السوق الذي يجب أن يعج بالناس، يشكو ويئن. نحتاج إلى أن نعيد أمجادنا التجارية والاقتصادية والسياحية والتعليمية والثقافية والرياضية، كل هذا يمكن تحقيقه من خلال اجتماع كلمتنا ووحدتنا وانطلاقنا مقابل أي مرشح أو رئيس البلدية القادم حتى يعطينا الحقوق الكاملة غير منقوصة، وأن نحول الصراع الموجود بين بعضنا البعض إلى صراع من أجل تحقيق المصالح العربية جميعها. نعم. لا نبحث عن المصالح الحزبية ولا الشخصانية، ولكن مصلحة عرب عكا جميعا هي بوحدة الكلمة والبرنامج الواسع والشامل الذي يخدم كل مواطنين عكا، الصغار والكبار. نعم. والرجال والنساء على حد سواء. أنتم تأخذون الانتخابات للعضوية، هل ستوصون على أي من المرشحين للرئاسة؟ هل ستوجهون جمهوركم للتصويت لمرشح ما؟ هل تفاوضتم مع أحد؟ بلا شك نحن نفاوض ونحن نعمل من أجل أن يلتزم الرئيس القادم بتحقيق المصالح العربية باتفاق قبل الانتخابات وبتنفيذ بعد الانتخابات. وأقول لك أخي الكريم، 7 مقاعد أو 8 مقاعد أنا أراهن على 10,000 صوت عربي سيصوتون لهذه القائمة بإذن الله تعالى، وهذه قوة لن يتجاهلها أي رئيس كان من كان من أجل تحقيق مصالحنا، وسنكون قوة ضاغطة قبل الانتخابات وفي الانتخابات وبعد الانتخابات. جمهورنا، عربنا في مدينة عكا هم البوصلة التي نتجه لاتجاهها من أجل خدمتها ومصالحها. تتحدث عن حوالي 10,000 صوت لهذه القائمة، السؤال كم هو الوزن الانتخابي للمواطنين العرب في عكا من مجمل المصوتين في المدينة؟ العرب 15,000 صوت عربي في مدينة عكا. لن أرضى ب70% من المصوتين. نحن إذا وصلنا إلى 70% يكون 10,000 صوت عربي، ولكننا نريد أكثر وأكثر إن شاء الله. لكن من قراءة الأرقام في الانتخابات السابقة وما قبل ذلك، ألا ترى بأن هذا يعني صعب شوي تحقيقه، الوصول إلى هذا؟ ليس صعبا، حققنا ونحن متفرقين، أنزلنا إلى الصناديق 7,000 صوت بالمشترك الأولى قطريا، أنزلنا 8,000 صوت للصناديق. كان قبل 3 سنوات جيل التصويت في الكنيسة 18 سنة، في البلدية 17 سنة، 10,000 صوت هم هدف منشود وقابل للتحقيق والتنفيذ إن شاء الله تعالى. سؤال الشيخ عباس زكور، إلى أي مدى الانتخابات المحلية في عكا بتهم المواطن العادي؟ إحنا في البلدات العربية الأخرى جدا، غير المدن والبلدات العربية ليست المختلطة، هناك اهتمام كبير، نسبة التصويت تصل 90%. في شو الوضع في عكا في الشارع؟ الناس مهتمة في هذه الانتخابات؟ نعم، المواطن العكي مسؤول ويدرك أهمية مستقبله ومستقبل أبنائنا وأجيالنا القادمة، يدركون قديما ويدركون اليوم ومستقبلا أهمية المشاركة وأهمية الخروج. وأنا أقول لك، عكا تحب الوحدة، تحب القوة، تحب الالتحام مع بعضنا البعض، تحب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه تجربة مجربة مع أهلنا في عكا، أول من يلبي النداء للوحدة القطرية للعرب مجتمعين وكذلك للعرب في مدينة عكا. أريد أن أشكرك جزيل الشكر الشيخ عباس زكور عضو الكنيسة السابق، شكرا لك. يا مرحبا فيك.